تحديدا على الشابتر هذا عم يحكي عن نقطتين رئيسيتين، تكستور وستركتور. تكستور شي يعني عمليا دي احجام هالبرتكول موجودين بقلب السول انا، والنسب وتوزع النسب هالاحجام هيدي، يعني شو الطاغي الاحجام الكبيره الصغير المعين. من جهه تاني الستركتور اورجانيزاسيون لهالبرتكول، هالبرتكول كيف قاعدين مع بعضهم البعض، باي طريقه منظمين بقلب هالتربه هيدي. نبلش بالتايت بارتيكول. لك عمليا بارتيكول دو سول انديفيدويل فاري اون تاي ا بارتير دو بلوك كي فون دي متر دو ديامتر ا دي بارتيكول دارجيل كي يوم موان دو 0.002 ملم، يعني موان دو 2 ميكرومتر دو ديامتر. فبتحط هذا الشيء هاي شايفينه قبل اذا بتتذكروا الفصل الماضي حكينا احنا لما كنا عم نحكي عن السيديمونتاسيون عن الالتراسيون والايروسيون، حكينا شوي عن تايد بارتيكول. عمليا البارتيكول الكبار بتسموهم جرافيي، فيهم يوصلوا لحد من عملية من كذا سنتيمتر لقد ما بتكون تمثلوا بولدر بتلو أكبر، بس جرافية البحث إن هني بحدود السنتيمتر عملية بقلب التربة، بس كون في يكون في عندي أكبر طبيعة الحلقة شقف حجار وخلافه الثابل الرمل الليمون بارتكول مياه والأرجيل بارتكول أصي ديفرانت عن تاي وإن كان مونتي بروبريتي ديفرانت. طبيعة الحلقة بتغير أنا عندي تاي بتغير كمان البارتكول الكاركترستيك تبعيتها البارتكول هول، يعني كل ما يكون التاي أصغر موضوع التربة كل ما يكون عنده كاركترستيك أهم بالنسبة لي. حنشوف مع الوقت الفراكسيون غروثيير اللي هني الكبار، يعني البريمير ديفيديون دو التاي دي بارتيكول دو سول افيتا اون ديامتر دو 2 ملم، يعني أول قسمة عندي على المستوى 2 ملم اللي أكبر من 2 ملم واللي أصغر من 2 ملم. لكل شيء ثاب الليمون وأرجيل هو أصغر من 2 ملم، اوكي هالفراكسيون فين. في حين الفراكسيون غروثيير هي كل شيء فوق 2 ملم. فبرون لك ان الفراكسيون غروثيير سوبيريور 2 ملم دو لا فراكسيون دو تير فين انفيريور 2 ملم. لكن الاكبر من 2 ملم هن البحث والحجار وانتم رايحين، في حين الاصغر من 2 ملم هن الاساسيات السابل الليمون والارجيل. لا فراكسيون غروثيير انفليون سيرتان بروبريتي امبورطون دو سول. شو اثر؟ اثر اجمالا سلبي منه ايجابي. بار اكزومبل لو غرافي دو 3 سم دو ديامتر occupe l'espace mais ne fournit pas d'espace pour l'air ou l'eau dans le sol car il n'a pas de pores. عمليا يعني بياخذوا مجال، بياخذوا مجال البور اللي ممكن يكونوا مجال، يعني عمليا بيعبوا لي الاسباس بقلب هذه الكولون دو سول، قلب هذه الكولون دو سول بيعبوا لي الفراغات واللي كان منهم البور كفايه منهم البور، وبالتالي بياخذوا مجال للهواء والماء، وبالتالي هن هون دورهم عاطل لانه عمليا عم بيحدوا لي من امكانيه وجود الماء بقلب التربيه ضروري للنباتات ووجود الهواء بقلب التربيه اللي هو كمان بنفس الوقت ضروري للنباتات. ainsi la colonne du sol occupée par la fraction grossière réduit la capacité du sol à retenir l'eau. طبيعة الحال كل ما يكون في عندي كمية كبيرة من fraction grossière بقلب هالتربية هيدي إمكانية إنه يصير في عندي retention للماء بقلب هالتربية بتقل، وما في إمكانية إنه يصير في عندي retention للماء بقلب هالتربية من وراء وجود هالfraction الكبار بقلب التربية، لأن بيلعبوا دور عاطل هون بهالإطار. La fraction grossière peut également entraver la culture et endommager les machines. يمكن تسبب لي مشاكل للمزروعات وتأذي المكنات الزراعية. طبعا الموضوع من موضوع التربية موضوع مرتبط مباشرة بموضوع الزراعة، يعني بنحكي ثاملها اعتبره معنا كلمات انه ضرر على المكنات الزراعية ولا شيء اكيد يعني. طبعا الحال طيب الفراكسيون اللي بتهمنا اكتر بهالموضوع هيدا هي الفراكسيون فين، الفراكسيون دو لا تير فين. شو هي الفراكسيون فين؟ الفراكسيون فين شو عنا؟ ديفيدي اون تروا غران طيب اللي بتعرفوها قبل ما اعطوني اللي هن شو؟ لا هون ال FDA هيدي ال FDA سوري ال ديبارتمون مش ال FDA اللي عم فكر بالكورونا كثير، لا هيدي ال ديبارتمون دو اجريكولتور دي ستالوني يو اس دي يو اس دي ديبارتمون اوف اجريكولتشر، هول كثير بيشتغلوا على المواضيع الزراعيه وعلى غيرهم، يعني موضوع السيونس دو سول سيونس هيدرولوجيك كثير كثير مشغول بينشغل فيهم شغالين فيه الامريكان كثير خاصه ال USDA تحديدا. هي مقسم التربة فاكسيون هي التقسيم المعترف فيها عالميا الفاكسيون فين لترم قسمتا ومرئين ان احنا معنا قبل هالتقسيمة هذه للسابل للليمون والارجيل. السابل هن البارتكول عند قياسهم من 2-0.05 ملم، هو السابل لك عند 2-0.05 ملم، الليمون من 0.05-0.002 ملم، والأرجيل الأصغر من 0.002 ملم، عمليا يعني أصغر من 2 ميكرومتر الأرجيل. إذا كان نرجع الثابل 2-0.05 ملم، الليمون 0.05-0.002 يعني حد،
ارجيل كل شيء اصغر من 0.002 ملي من 2 ميكرومتر. الصوب بارفوا دي فيزيك هم عندي كده تبلو. هلا بنشوف تقسيمتهم اكثر في النهايه كمان نعمل بعد سب ديفيزيون لها ثلاث كلاس الرئيسيه. خاصة بس البروبريتي مينيرال شانج راديكالمون افيك اون تاي دي كروسونت اندر 0.01 0.005. يعني عمليا انا كل ما عم تطلع التاي عندي من 0.001 ملم ل 0.005 ملم عم تغير عندي كاركترستيك بشكل كثير كبير. يعني التاي كثير صغير يعني عندي كاركترستيك كثير مهمه معنى اخر بدنا نقول. يعني كل ما تكبر هالتاي هيدي حتى على المستوى كثير ضئيل يعني 0.001 ل 0.005 ملم شيء كثير ضئيل. رغم هالشيء هل الكاركترستيك لهالكاركترستيك لهالتربيه بتتغير بشكل كثير كبير عمليا. بروبيتي مينرال تحديدا اللي هي كثير اساسيه بروبيتي انا بدي احكي عن المينرو بعدين السكوندير اللي هن الاساسيات اللي بيسمحوا لي بالاشانج كاتيونيك مع النباتات اللي فيهم الليمون نيوتريتيف للنباتات اللي هن كمان بيلعبوا دور بالستركتور للتربيه بيلعبوا دور قد ايه متماسكه على بعضها قد ايه عندها امكانيه انها تمسك مي وتمسك هواء. فعمليا التغيير صغير بالحجم بس من 0.001 ملم ل 0.005 ملم بيعمل هجمات راديكال بالبروبريتي مينرال لهالتربية هيدا. كل شيء اصغر من 0.001 ملم بس اذا من 0.001 ملم لكان بلوبريت لكان بوتنسيس بسموه البارتيكول كله ايدال. كل شيء اصغر من 0.001 ملم صوت البارتيكول كله ايدال كله ايدال كل الثانيه بده بيلمسوا على بعضهم تلمس الاشياء ببعضها الكل ايدال. عنده كاركترستيك كثير البرفكسيون كله ايدال انكلود تو مينرال كومبورتون لتاي كله ايدال. يعني كل شيء تحت ال 0.001 ملم هو من الفراكسيون كله ايدال. حيلا مينرال اللي كان عنده تاي في بتيت في 0.001 ملم ابارتين الى فراكسيون كله ايدال. يعني عنده دور كبير بالفراكسيون وبالموضوع اللي مانو ترتيب بعد التربية كمان. بالنسبة للفراكسيون فين لأنه كان عملها سب ديفيزون أكتر. يعني مثلا إذا بنحط الثابل ساعة يكون الثابل اللي كتير كبير تريكروسي اللي هو من 2 مليمتر الكروسي 1.5 مليمتر الموين 0.5 ثابل سين بعد من لكن 0.5 0.10 3 0.10 0.05 مليمتر الليمون كله سوا من 0.05 0.02 فين الصمود الكروسي من 0.05 0.02 موين 0.05 0.00 هون في غلط بال 0.0 عمليا يعني تبوا على عدد الصفورة اللي هون اوكي وانتو رايحين. يعني هون عندي في نقص بالصفورة هون. ارجيل كل شيء اصغر من 0.002 اوكي الجروثية 0.002 0.0002 وفين كل شيء بعد اصغر يعني من 0.2 ميكرومتر. كل شيء اصغر بعد من 0.2 ميكرومتر. اوكي هلا أهمية الأرجيل تحديدا عنده أهمية كبيرة. احنا عندنا شابتر اصلا كامل عن المينرو أرجيل تحديدا. ليش الأرجيل عنده أهمية كبيرة بهالإطار هيدا؟ لأنه الأرجيل تحديدا عمليا لأنه الأرجيل بيلعب دور كبير بقلب التربية. أول شيء شو هو الأرجيل؟ الأرجيل هو فراكسيون دو تاي دو تول مثل ما شفنا. هو لكن فراكسيون دو تاي دو تول اللي هي تحديدا من أصغر من 0.002 مليمتر. اوكي هذه من هالنوع. هو كمان هو مو بس فراكسيون تاي هو كمان ان كلاس تكستورال. يعني عندي انا تربي فيها تكون ارجيلوز.